دكتور، ما أعرف ليش الإطار التنسيقي يتحدث عن انفراجه ومفاوضات تعقد حاليا على قدم وساق، بينما يغيب الفاعل الأول والفائز بالانتخابات التيار الصدري. عن أي انفراج يتحدث برأيك الإطار التنسيقي بمعزل عن التيار الصدري؟ مساء الخير وشكرا على هذا اللقاء. مرحبا بك. الإطار التنسيقي هو ليس جسم سياسي واحد، بينما التيار الصدري جسما سياسيا واحد، وبالتالي تعدد الأجسام السياسية بالإطار التنسيقي لدي يعني ظن أنه لا يمكن أن يكون على قلب رجل واحد في ما يسمى بالتفاوض بالقرار السياسي بكثير من الأمور. ولذلك هذه فسحة الأمل هو رسالة للرأي العام الداخلي، وليس هي حقيقة واقعة، على اعتبار أن المتتبع للشأن السياسي العراقي خلال هذه الأيام، يعني بعد الانتخابات في أكتوبر الماضي، هو يدرك كل الإدراك أن الإطار التنسيقي ليس هو ماضي بخطاب سياسي واحد أو برؤية واحدة، ولذلك ممكن أن يكون هناك انسحابات تجضية وتفكك. لذلك عملية أنه التسويق على أنه هو الأرجح وهو الأكثر حظوة هي فقط للاستهلاك المحلي.